كانت رمزاً في شجاعتها، في جرأتها، وفي مصداقيتها. شيرين من أبرز الأصوات الإعلامية. تبقى الدعوات لخفض التصعيد في إطار الأمنيات. خبر صادم، فاجعة بحسب تعبير كل من عرف شيرين الإنسانة أولاً والإعلامية المميزة ثانياً. صبت كل جهدها خلال سنوات عملها الميدانية للحديث عن الناس وهمومهم وقضاياهم. جلسات الحوار حظيت بترحيب جميع القوى السياسية على اختلافها. تواصل التوتر في الأراضي الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي يعبر عن حالة الغضب التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة. إذن هي حالات اختناق أصيب بها عشرات المواطنين الفلسطينيين. أذكر الأيام الغاية في الصعوبة اللي جمعتنا خلال العملية العسكرية الكبيرة التي كانت في الأراضي الفلسطينية قبل نحو 20 عام. كنت قد عملت مع شيرين في ذات المكتب. عشنا أيام الحصار سوياً. نمنا على ذات الفراش لأكثر من 20 يوم. لطالما أرشدتني لكيفية التغطية الإعلامية، خاصة وأنني كنت جديدة في هذه المهنة. هذه شيرين التي أذكرها والتي لا تزال حية ليس فقط في مخيلتي بل في مخيلة كثيرين.